خلي بالك يا كابتن انت يعني عليت سقف طموحات اللاعبين، اكيد طبعا. يعني انت خليت اللاعبين حتى تفكر من بعدك في الاحتراف، ان لا انا اقدر وليه ما اروحش. فالحقيقه دي كانت خطوه مهمه جدا. انا كنت شايف انه احتراف لاعب طائره في الدوري الروسي ده كانت حدث مهم جدا. طب خلينا ننتقل بقى للمحطه اللي حضرتك فيها دلوقتي، وكمدير فني لفريق طبعا السيدات، حضرتك حصلت على الدوري او يعني حسمته منذ يومين، باصص ازاي للدوري ده برغم يعني كل المدربين اللي قعدوا معانا قالوا ان الدوري ده دوري استثنائي، شايفه ازاي يا كابتن؟ لا هو دوري صعب جدا، ان انت يعني احنا مرينا كلنا وكل المدربين الحقيقه الظروف اللي مروا بيها الموسم ده بالذات عمرهم ما هينسوها، واعتقد ان هي اديتهم خبرات عاليه جدا، ان انت تقعد اللعيبه بتاعتك تقعد 4 اشهر في البيت، اكتر صحيح. كمان من 4 اشهر في البيت، وترجع مطلوب منك في ظرف شهر ان انت تجهز اللعيبه دي عشان تلعب مباريات نهائيه. فالحقيقه الموضوع صعب جدا، وكان فيه يعني درجه صعوبه عاليه على كل المدربين، ولكن الحمد لله بالخبرات بتاعتنا وروح اللعيبه واصرارهم قدرنا الحمد لله ان احنا نجهز اللعيبه على قد ما نقدر بنسبه كبيره جدا. يعني الحمد لله رجعنا لمستوانا البدني والفني. انا مش هقدر اقول لك ان احنا رجعنا 100%، ولكن رجعنا بدرجه كبيره اللي هي تحسم تخلينا نحسم الفتره ديت والبطولات اللي موجوده في الفتره